احنا اليوم جينا للجبس للجلسه الاولى المحاكمات في الاطار العداله الانتقاليه للدوائر المتخصصه الدوائر الجنائيه المتخصصه. اليوم اول جلسه اللي هي بمقتضى الفصل 8 من قانون العداله الانتقاليه اللي صدر في 2013، واللي هي قضية كمال المطماتي، هي قضية تعلق بانتهاك جسيم حق الإنسان حسب ما وقع تعريفه بقانون العدالة الانتقالية اللي هو الاختفاء القسري. سي كمال المطماتي هذا مناضل سياسي تشد في 7 أكتوبر 1991، جاء البوليس السياسي هزوه من ستاك، وقت اللي هزوه بحكم أنه هو أكتيفيست في حركة الإرتش السلامي. اليوم ان شاء الله تكون اول خطوه نغزروا لها بارتياح نسبي، لكن زاد بتخوف على خاطر جلسه اليوم تشهد غياب كامل للمتهمين الكل معناتها في القضايا، في اول القضايا هذيا غياب المتهمين وغياب محاميهم قد يطرح العديد من التساؤلات وقد يطرح العديد من الاشكاليات الاجرائيه تحط في حقيقة الأمر معناتها مسألة العدالة الانتقالية ما بين قوسين، خاصة في غياب المتهمين. نأكدوا اللي معناها نتأكدوا اللي هناك فما غياب إرادة سياسية واضحة، وخاصة من وزارة الداخلية، خاصة في معناها في إحضار المتهمين. نحن مازلنا توا على أمل اللي راهو باش يقع إحضارهم وإجبارهم، لأنه إصدار بطاقات جلب ضدهم وإحضارهم بالغصب. نحن ما نحبوش نعاودوا نفس السيناريو اللي هو مش بالغصب اللي هو بالقانون، ولكن ما نحبوش نعاودوا نفس السيناريو نتاع قضايا جرحى شهداء الثورة اللي هو معناها وقع نداء ومعناها استدعاء العديد من المتهمين اللي هما رفضوا حتى عملوا صدروا في ضدهم بطاقات جلب وما جاوش. الحاجة الأخرى اللي تبهت الشهادات بعد 30 سنة، مازالوا الشهادات، مازالوا الناس بنفس الحرقة، عائلته مازالوا قاعدين معناتها يعطيوا في وصف دقيق للي صار لهم، وكل نهار كيفاش تعدى عليهم وشنو اللي صار فيهم. لكن الأعوان الأمن اللي كانوا شاهدين على الانتهاكات هما اللي نسيوا أغلبية الحاجات، اللي هذا ما شافش تعذيب، شاف واللي شاف تعذيب يقولك معناتها عنف خفيف كان يصير وما كانش ممنهج، ومعناتها ثم تملص حتى ولو هما أنهم اليوم في بوزيشن تاع انهم شاهدين معناتها. تويكا اللي باش يصير هو انه الجلسه تاجل اليوم 10 جويليا، نستناو نهار 10 جويليا. تعهد القاضي بانه باش يستدعى بقيه الشهود اللي ما جاوش، عبد الفتاح مورو نائب معناتها اي نائب رئيس البرلمان هو مش شهود، نستناوه يجي. بالنسبه للمحاكمه انا واحد من الناس، انا ضحيه، من انا ضحيه لفترات وعديت سجن برشا مرات، نخرج ونرجع ونخرج ونرجع. بالنسبه لي انا كضحيه اليوم كانهم جبروا لي ضرر نتاعي، كانهم اعطوني 500 مليون، كانهم اعطوني 10 مليارات، لان الناس استمعت شنو اللي صار لنا وشنو اللي صار للزميل هذا وشنو اللي صار لالاف التوانسه.